السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلية قبل 3-4 أيام جئت وقفزت على بعض الملكات أو البيوت الملكية. فاليوم جئت بمعية الأخ أحمد التونسي، أيضا نحال مبتدأ مثلي، فجزاه الله خير، أجا وساعدني والحمد لله. شفنا الملكة وعلمناها باللون الأبيض، وطبعا هذا عسل مع الشمع طبيعي. يعني أنا والأخ أحمد يعني نستاهل هذا العسل، يعني نأكل منه. بسم الله، عسل طبيعي وشمع طبيعي أصلي حر. صح عليك يا أخو، بارك الله فيك. في أي مكان احنا؟ أخي أنا أشكرك كثير يا أخ أحمد، يعني بمساعدتك. أصلا أنت اللي، أنا بصري ضعيف، يعني أنت اللي شفت الملكة. جزاك الله خير يا أخوي، هذا كله من حسن أخلاقك ما شاء الله. هذا الأخ أحمد جزاه الله خير معي هنا في أوسلو، عندي هذا المنحل في مدينة أوسلو، ونعوذ بالله من اتفاقية أوسلو. بتحديد مكان ستوفنر، يعني ستوفنر أوسلو 16